الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ بغيت نقول أسقاس مباركي 1971 عيد السنة بوناني بوناني كاع الإخوان والأخوات ديالنا الأمازيغيين، لحقاش تبارك الله عندنا واحد لاكومينوتي كبيرة هنا في أوتاوا، كومينوتي كبيرة في موريال تورونتو. ألوغ كنزيف لكم التحيات ديالي، واحد الريفي تال في كندا. anyway إخواننا سمحوا لنا بزاف، إخوان والأخوات بيان سور سمحوا لنا بزاف تعطلنا. المهم اليوم الخميس 14 جانفي، 14 جانفي غادي نخدم. المهم انا ماشي خارج مخرق القانون ولا هذا، خصني نمشي نخدم، والناس اللي ما سون با اوبليجي زعما باش يمشيو يخدموا ولا ما يخرجوا جلسوا في ديوركم، لان المشكل في هذا نوال وهذا راس العام لو نومبر طلع بزاف، الناس ما احترموش القانون، مشاو احتفلوا مع عائلاتهم وهذا. الوغ الكوفيد بزاف ومعرضوا الدراري يقراوا في المدرسه، دابا لقاو المشكل في الدراري، لقاو حتى لو شيف خفاف عند الدراري طلع بزاف. الوغ الله يستر وصافي، الله يخرج هادشي بخير وعلى خير، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما مريضش بستعمل هادشي ما تقربلوش، ان شاء الله يكون خير. المهم حنا الوزير الاول ديال لونتاريو قال لنا بدات اليوم بالصباح مع 0001 دار كوفر فو، ممنوع الخروج. كما قلت لكم انا شوي اوبليجي خصني نمشي نخدم، وخليونا حنا نديروا الخدمه وانتم جلسوا في ديوركم، باش لان هاد الناس كاع اللي كتشوفوهم دابا صايقين عندهم شي خدمه زعما اسونسييل، خصهم يخرجوا، خصهم يمشيو يخدموا. الوغ لما شي اسونسييل ارتاحوا في ديوركم، خذوا وقتكم، لان جو بونس هادشي غادي يمشي حتى لو 8 ولا لو 9 فيفري، ما عقلتش ولكن لو 8 ولا لو 9 فيفري. المهم ديما صايم من اورليون غادي لاوتاوا سونتر فيل، لان انا كنخدم في السونتر فيل. الله يجيب التيسير. عرفتي ديما ملي كنشعل الكاميرا كيجيني الفو اورونج، دابا نتوما كيتسحبكم راه هي كنحرك في لي فو روج. المهم هو الفو اورونج اندار، وجد راسك باش تحبس، ولكن الا كان سي طرو طار ما عندك فين تحبس. الناس اللي صيفطوا لي ميساج في انستغرام على الراس والعين على ديك الانفورماسيون اللي عطيتها ديال الكراو هذا، ولكن درت واحد الفيديو واحد اخر على كوتي كيبيك، ولكن عمرني ما زعما كنت مشغول، والله الا كنت مشغول بزاف وما حطيتوش.
المهم نعاود ندير ان شاء الله فيديو واحد اخر على الكيبيك. والكيبيك الكيبيك رخيص زعما كاتينو كوتي كاتينو رخيص على اوتاوا. الوغ اللي غادي يجي سي ميو يقلب في كاتينو. انا كنهضر على لي زيتيدون ولكن الناس اللي ابليكاو ليميغراسيون باش يجيو الكوتي انغلوفون خصهم مينيموم يجلسوا 3 شهور في لونتاريو حتى يشدوا هذيك لا كارت سونتي ديالهم وهذا وعاد ابري يقدروا يرحلوا. لانك ان فوا كتدخل لكندا تيي ليبر تمشي فين ما بغيتي. زعما كندا كراك دخلتي لكندا تو ني با اوبليجي باش تجلس في لونتاريو. ارتكاد وريقاتك وكل شيء على ما يرام وهذا 90 جور كل شيء على ما يرام. عندك الحق ترحل فين ما بغيتي سير حتى اليوكون كما كيقولوا. لان شي اخوان شفتهم كيهضروا على اليوكون قالك اللي بغى ايميغري في لو نور ديال كندا. انا نصيحه لوجه الله واحد يستعمل الا كنتي سيليباتير وباغي دير الفلوس حتى دير الفلوس ما كاينش فلوس لانك يخلصوك مزيان ملي كتكون في لو نور دو كندا. ولكن المعيشه غاليه مثلا القرعه ديال ايترو ديال كوكا كولا مثلا 10 دولار 15 دولار فاسيلمون. قرعه ايترو الليتر 10 دولار حتى 15 دولار فاسيلمون. المشكل اللي في لو نور في ليفير كتشوف الشمس كتشوف ماشي الشمس كتشوف النهار كتشوف النهار واحد 15 مينوت وكيمشي في حاله. في الصيف كتشوف الليل واحد نص ساعه ولا لوتر كوتي المهم وحده في جوج المهم كاينه 15 مينوت و 30 مينوت. وفي الصيف المشكل خصك تغلف الشراجم ديالك بشي حاجه كحله باش ما يبقاش يدخل لك الضوء لان في الليل ما كتقدرش تنعس الليل شارقه الشمس. ما تقدرش تنعس وخصك انت دير لومبلوا ديالك. وحتى ملي كيجي قضية رمضان وقضية هذا كتخربق. هما اش كيقولوا العلماء كيقول لك صوم على بلادك على التوقيت ديال بلادك ولا صوم على التوقيت ديال السعودية. هادشي العلماء اللي قالوا والله اعلم هاد القضية ديال الدين ما كنبغيش ندخل راسي فيها لان انا غير واحد المسلم بسيط زعما ما عنديش علم بزاف في الدين. الله يهدينا. الوغ اللي بغى يمشي لو نور ديال كندا خصو يوجد راسو ليفير كله ليل والصيف كله نهار. هذا ما كاين. الوغ دابا والناس اللي جايين من موريال وبغيتو تدخلوا للسونتر فيل كاينه هاد نيكولاس هاد لا سورتي نيكولاس كديك للسونتر فيل داون تاون. حتى الناس اللي جايين من تورونتو كتشدوا لا 400 حتى لا 416 ولا 416 كتدخلوا في لا كتدخلكم في لا 417 وكتشدوا نيكولاس لا سورتي نيكولاس. هنا الليمن ديالي كما قلت لونيفرسيتي دو طاوا هذا ديال التكنولوجي ديال اي تي. وعندنا واحد الترانات ديما خاسرين. هذه هي لاكاف اللي دار هاد المير اللي عندنا دابا لاكاف كبيره اللي دار شرا جاب هاد. ودابا الفضيحه هاد الترانات هادو مساكناتهم بومباردي ولكن مديورين لوروب
ديورين لوروب المغرب مسائل سخون داكشي. هنا منين بداو كي ملي كيبرد الحال كي الروايد كيتعوجوا السكه كت حتى كديفورما. معليش معليش كل شيء مزيان. المهم سالينا من القضيه. المهم انا نشوف مسائل الافاده سيرتو الناس اللي جايين جداد الافاده. المهم من هنا كيبدا السونتر فيل ديال اوطاوا. و الى غادي صافي زعما ديسيديتو تجيو تسكنوا في اوطاوا من الاحسن تخرجوا شويه من المدينه. خرجوا شويه من المدينه الى جبتوا معكم شويه الفلوس تقدر تشري طوموبيل. ولكن نصيحه لوجه الله ما تشريش طوموبيل قديمه. الطوموبيل القديمه زعما غادي تكلف لك الفلوس بزاف. شري لك طوموبيل جديده. كاينين طوموبيلات جداد صغيورين كتفاهم مع الكونسيسيونير مع دابا كثروا تبارك الله المسلمين وعارفين هاد القضيه. حنا ما كان ناخذوش لي زانتيغي الوغ كيتعاملوا معك على اسلاميا كتقول له انا ما باغيش لي زانتيغي هذا ولكن المهم تفاهموا على لو بري وكيدير لك زيرو انتيغي وكتاخذ طوموبيل صغيره وهنا كتخلص باغ دو سومين الوغ كدير دو لا تروا بايمون اكسترا في العام كتخلص باغ دو سومين وداك الشيء ما كيكونش غالي. طوموبيل جديده طوموبيل جديده دو المهم عندك واحد 3 سنين غارونتي باغ شوك كلشي فيها هذا. بغيتي تزيد واحد العامين كتخلص واحد شويه وكتزيد واحد العامين كتولي 5 وانا في النظريه ديالي زعما طوموبيل صغيره 3 زون سي سيفيزون تهلا في طوموبيلتك باردون تهلا في طوموبيلتك الزيت طوموبيل خصي دار ليها شونجمون دويل منين يقولوا شونجمون دويل ما تنساش ما تهملوش داك شونجمون دويل زيد انفيستي واحد شويه. انا شنو كندير للسيارات ديالي المهم كنخلص بزاف ولكن ما كنعاودش نخلص بور واحد 5 وما كنعاودش كاع نضرب حسابي للروايد. كنشري 8 ديال الجوانط وماشي كاسمحوا لي الطوموبيل ديجا كتجيب 4 جوانط و 5 جوانط رويدات السكور. كنشري 4 جوانط وكنشري 4 البنوات ليفير. الو انت ديجا عندك 4 سيزون وكتشري 4 البنوات ليفير و 4 جوانط اش كدير؟ كتهز الطوموبيل ديالك كيف حال اللي غادي تبدل العجلات الكروفيزون ولا هذا وكتركب كتركب الروايد ديال ليفير وملي كيوصل الربيع كتركب الروايد ديال الصيف وهانت ناضي. يلا هذا فيديو كان خفيف وظريف كان سنة سعيدة لكل شيء والإخوان والأخوات ديالنا. يا الله نسيت الباس باش ندخل لهنايا خليونا نقلبوا على لاكارت لحقاش لاكارت خصني نحل بها الباب. والإخوان ديالنا يا الله ايه والله نينا الشيطان الخزيه ها هي لقيناها حليلي فيا ايه فوالا الوغ نمشيو للبيرو شوفوا شنو طاري ماذا يجري.
عرفتي فاش فاش جيت لكندا خدمت في واحد فواحد الشركه ديال ستاسيونمون. عرفتي اش كنت كندير ستاسيونمون في الطوموبيلات؟ دابا سبحان الله العظيم تكلخت اش كاع كنعرف كنعرف كاع عن ستاسيوني. يلا الاخوان والاخوات نهاركم سعيد ان شاء الله، وكما قلت لكم جلسوا في ديوركم، جلسوا في ديوركم، الله يجازيكم بخير. ومهم باش يهبط هذا الصداع هذا، باش نمشيو زعما نمشيو نتبحروا، ولا المهم الناس اللي في المغرب يمشيو يتبحروا، ولا حنا نمشيو هنا نديروا كومبينغ. ولا الماسك هو الاول، ودابا حنا في البيرو شنو دايرين لينا؟ كاين واحد لو سيت، خصنا نريزيرفيو بلاصتنا. المهم خصك تعلم بانك راك جاي للخدمه، تريزيرفي البيرو ديالك وتريزيرفي الكرسي ديالك، ماشي كرسي ديال البرلمان، اي كرسي ديال في الخدمه تريزيرفيه. وواحد الورقه عطاوها لنا خصنا ديما نبقاو هزيناها معنا. المهم انا عندي البادج ديالي، ولكن واحد الورقه حتى هي مهمه خصك تكون ديما هزها معاك. الو كنخلي وحده في الطوموبيل وكندير وحده في الصاك ديال اللابتوب ديالي. يلا الاخوان والاخوات الى الملتقى ان شاء الله، السلام عليكم.